جاوبيني انت بالاول على سؤالي، ايش رح يعملوا اهلك لما يعرفوا انك مرتبطه بشاب اسرائيلي؟ راؤول مش اسرائيلي، اسباني. اسرائيلي؟ حتى لو إسرائيلي أنا مش مرتبطة فيه، فيش إشي بيناتنا. مأكدة؟ آه متأكدة. أنتوا إيش بدكم مني؟ هو هذا الكلام الصح؟ وقعي سهيلة. ايش هاد؟ وزيهم لما تخلصي. جرايا وصف، وانا كل ما اسالك سؤال تقول لي اسال الحاج. انا جاوبتك على منين سؤال، بس بصراحه يا استاذ خالد المشوار ده صعب. انا عايش لصعب. انت هتروح هناك تعمل ايه؟ ايه يا فندم؟ اطلع انت وانا هحصلك. ماشي. ايوه حسين بيه، مع حضرتك. الساعه 10 مناسب؟ مناسب جدا. في جديد؟ جديد عندنا وعندك؟ عندنا؟ منين يا فندم؟ لما اجي لك انا بنتكلم. انا بس كنت عايزك تركز معايا شويه علشان المدام. انا مش قادر افهم حضرتك ليه مصر ان غاده تبقى في الميعاد ده. ما هي كمان من حقها تطمن. عندك حق. اوكي. الساعه 10 ان شاء الله نتقابل يا فندم. الله يسلمك. صوته واسلوبه مش مريحني. هو مكالماته لغايه ساعتين فاتوا امان. اكيد. ما هو عارف انه متراقب. عايزك تعرف لي خالد فين دلوقتي. تمام سعادتك. ازيك يا منتصر؟ فريد. منتصر بيه؟ 118 استلم رسومات فيلا تاني، خلاص وهتكون عندنا بكره. عظيم. في خبر تاني حلو. سهيلة خلاص بقت معانا. هلو. Good afternoon, doctor. Good afternoon, Linda. The boy is a bit sick and he's vomiting. Don't worry. Bring him to me tomorrow morning. Okay. Okay, thanks. مالك يا غادة؟ ياسين تعبان يا ماما. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ده كابوس. كابوس يا حبيبتي. أنا بقولك ياسين تعبان، أنا حاسة بيه، وحياة ربنا أنا حاسة بيه يا حبيبي. خالد قال لك حسين بيه هيجي إمتى؟ خالد ما كلمنيش، بعت لي مسج بس وقال هيجي الساعة 10. طيب يلا قومي.
قومي اغسلي وشك ويلا. يلا حبيبتي. حبيبي يلا.